ومن الفوائد أن الهداية بيد الله عز وجل، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذا ماذا قال عز وجل؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن العبد إرادة ومشيئة، وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألم ويحزن من صدود الناس عن دعوته. لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. فهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالهداية منه جل وعلا، هداية ماذا؟ هداية التوفيق والإلهام، فهو يوفق من يشاء ويهدي من يشاء، لكن العبد إرادة ومشيئة. فلا يحتج محتج فيترك الطاعة ويفعل المعصية فيقول ما هداني الله. لا شك أن هداية التوفيق بيد الله، لكن لك إرادة. ولذلك ماذا قال؟ وهو أعلم بالمهتدين، اسم فاعل، يعني منك إرادة ومنك فعل.